نحن نتحدث عن هجر في هذا اللقاء وهو الحديث الشام فايق والنظرة التمرير إلى ميسي إلى ميسي في اللقطة الماضية رياض 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 الكرة إلى مودو بارو الذي يحل محله فيها مودو بارو الكرة تلعب عالية سريعة رياض الكرة والتسديد الكرة الماضية شاهد الكرة الماضية العالي على التنفيذ على قائمة أول أو ثاني الكرة تلعب عالية راسية في مكان الشفاي إبراهيم الكرة التوازن في الكرة الماضية الكرة من رياض الكرة من رياض سيأتي بحلول حتى ومن كانت في كرة ثابتة راسية بقدم رياض وكانت في راسية طلال شاهد عبسي شاهد أجواء الجولات الأخيرة الكرة تصل سريعة من رياض العرضية ومحمد المجحد بعد ذلك رياض سريعة جدا لا زالت الفرصة لا زالت ثابتة رياض على التنفيذ والتمريرة إلى إبراهيم السبيدي يفكر بالعودة إلى رياض عاد إلى رياض رياض طويلة عند العياري الكرة تصل رياض متاحة في اللقطة الماضية هناك سقوط من أنطون الحمد في الدقائق القادمة نتابع ونشاهد الكرة تصل إعطاء المساحة الكافية هشام يبحث عن رياض بودابوس والراسية الماضية مودو بارو دقيقتين كوقت مدى ضايع قبل نهاية الكرة تصل من هيثم سريعة إلى رياض 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 خطيرة في الدقيقة الأولى أو في الثواني الأولى من الشوط الأول تصل من ميسي تمريرة قصيرة البحث عن تتجدد من خلالها الأفكار والذي يجدد الأفكار عندهم رياض بودابوس في كل كرة كتلمنا رياض خلف كل كرة ثابتة بتلعب عالي المحور الذي ينقل الكرة إلى رياض بودابوس هشام ورياض ثنائية كبيرة في أكثر من كرة الكرة من رياض الذي لم يبدأ الشوط الثاني إلا بفرصة وحيدة لأنها فرصة خطيرة لأن الكرة عند رياض يبدو بأن الفرصة خطيرة لأن الكرة وصلت عند رياض يعني هذه الكرة وركلة ركنية الكرة تلعب من رياض عالية طويلة مرت اللقطة الماضية مرت الكرة الماضية سريعة على زار ركنية الكرة من رياض ودبوس عالية راسية هنا في اللعب بعدما أعطى مبدأ الإتاحة الكرة إلى جهة اليسار في كرة القدم لا يوجد شيء مستحيل إلى آخر لحظة لا زالت تشاهد هذا اللقاء الكرة تلعب علينا جميعا رياض 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 حط رياض إنه كبير الأهلي الجزائري وبقلوب العاشقين يملأ الفرح.